يا مساء الخير، يا مساء النور على الناس الغاليين. مرحبا بكم معايا في قناتي فضاء صوفي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تتبعوا معايا الوصفه تاع نهار اليوم اللي جبت لكم فيها كيكه استراليه واسمها لامينغتونز استراليا. هي عباره عن كيكه اسفنجيه اللي مغلفه بجوز الهند ولا المكسرات اللي حبيتو. نقولكم اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش ديروا لي اشتراك في القناه، تفعيل الجرس ولايك لا فيديو. نبداو هنايا نشوفوا المقادير مع طريقه التحضير في نفس الوقت. اول شيء نقوم به هو نوجد الكيكه الاسفنجيه سبونج كيك ولا لاجينواز. في اناء حطيت 3 بيضات، درت لهم قرصه تاع الملح، 150 غرام تاع السكر سكر كريستاليزي 150 غرام. انا هنايا حبيت نقيس لكم من بالكاس باش هكذايا اللي ما عندهاش الميزان يعني تقدر تشوف هكذايا ابوبري، يعني شوفوا حوالي كاس ناقص صبع. وبيان سور تقدروا اللي يحب الحلاوه يقدر يروح حتى للكاس. هنايا ضفت لافاني ونخلط بالخلاط الكهربائي بلو باتور ولا بلو فوي الكتريك، من الاحسن يعني تقدروا ديروها باليد، بصح رايحه تاخذ لكم وقت طويل. خلطوها مليح يعني حتى يتضاعف الحجم تاعها هذا الخليط، يعني يبقى دوبلي فوليوم اون بليس ميم لا كولور تاعو تروح مايله للبياض. أبخي ناخد الحليب اللي هما 80 مليلتر تاع الحليب، شوفوا بالكاس يعني ما لحقش النص كاس، ميم با نص كاس تاع الحليب. انا حبيت كيما قلت لكم نقيس لكم بهذا الكاس باسكو على بالي لا ماجوريتي ياخذوا الكيل بهذا الكاس. نزيد نخلط هذاك الحليب توجور بالخلاط الكهربائي. أبخي نزيد الزيت، يعني كيما درنا الزيت نديرو الحليب 80 مليلتر تاع الزيت. انا نحب نضيف له هنايا مغرفه تاع عطر الزبده ولا لاغوم دو بور، يعني هذا اختياري كيما حبيتو. ونقعد نضيف الزيت غير بالعقل مع التخلاط. هنايا الزيت خيرو النوعيه الجيده. بعد ما خلطت بيان هذوك المقادير نبدا نضيف الفارينه اللي هي 200 غرام تاع الفارينه، نغربلها هكذايا باش تجيني الكيكه تاعي خفيفه. وندير ثاني كيس تاع خميره كيميائيه يعني ان ساشي دو لوفور شيميك تاع 10 غرام، ونخلط توجور بالفوي حتى تدخل لي بيان هذيك الفارينه في الخليط تاع البيض. انا الفرن هنايا كنت شعلته على 180 درجه مئويه، يعني نحطها دون ان فور بريشوفي، من ضروري يعني الفرن يكون ساخن من قبل. هنايا بعد ما خلطت بيان خديت لاسباتول زدت نحيت كامل هذوك الاطراف باش نزيد نخلط بيان حتى ينسجم لي كامل هذا الخليط. ونكون هنايا حضرت السنيوه تاعي اللي دهنتها بالزبده وحطيت عليها الفارينه، نفرغ هذه الكيكه تاعي ونحطها طيب. هنايا طول الضلع تاع السنيوه هو 23 سنتيمتر، يعني هي عباره عن مربع وين الطول تاعها 23 سنتيمتر. هنايا خليتها حوالي 30 دقيقه في الفرن، يعني حتى شتها بلي كطابت، دخلت الموس في الوسط خرج لي ناشف عرفت بلي كطابت. هنايا نحطها تبرد عفوا ونروح نوجد لاصوص شوكولا ولا صوص الشوكولا. نخلط هنايا في كاسرونه كاس ونص تاع الحليب، نضيف لهم غرفه تاع الكاكاو المر، نغربلو بيان سور باش هكذايا يتنحاو لي هذوك لي غرومو. نضيف نص كاس تاع السكر يعني 100 غرام تاع السكر، واللي يحب الحلاوه يقدر يزيد. نضيف 100 غرام تاع الزبده ولا لا مارغارين، نخلط كلش بارد في بارد ومن بعد نحطهم على نار متوسطه. كي تبدا هذيك لا مارغارين تذوب نضيف 50 غرام تاع الشوكولا السوداء اللي كنت بيان سور كسرتها هكذايا باش تسهل عليا يعني الذوبان تاعها. نخلطو حتى يعني يبدا يغلي هذا الخليط، اون فوا يبدا يغلي نطفي عليه. هنايا وليت الكيكه تاعي ولا لاجينواز الكيكه الاسفنجيه بعد ما بردت تماما، يعني هنايا نديمولي فيها فوق ان لاج بروبر ولا ان تورشون فوق طرشون يكون بروبر. هنايا رايحه نقطعها على شكل مربعات،
يعني هاد لي لامينتونس اوستراليا يجوا على شكل مربعات، وانتم اذا حبيتوا ديروا اشكال واحده اخرى يعني مستطيل ولا يعني لكم ذلك. هنا يعني نوري لكم كيفاش جات الداخل خفيفه ومهويه يعني بيان ايغي. هنايا من الضروري تنحولها كامل هذوك الحواف، هذوك لي بورديور هذوك كامل يروحوا. علاش؟ باسكو رايحين ندخلوها في فلاصوص شوكولا باش هكذايا تتشرب لنا هذيك لاصوص. يعني هاد لامينغتونس اوستراليا تعلمتها كي كنت مقيمه في رومانيا، وما كنتش على بالي الاصل تاعها من استراليا. هما يقولوا لها في رومانيا تراجيتورا تا فانيتا كو نوكا دي كوكوس، باسكو نديروها في نوا كوكو. هاي ليك هنايا، شوفوا شحال جات خفيفه. انا نزيد نحي لها هذوك الحواف، قلت لكم من الضروري. وبيان سور هذوك الحواف تقدروا ديروا بهم دي كيك بوبس ولا يعني ساس مونج فوالا، باسكو بنان حاجه ما تترمى بيان سور. نكمل نحيلها كامل الحواف من ضروري. شوفوا شحال جات خفيفه، جات يعني هايله كما قلت لكم بيان ايغي لداخل. بعد هدايا حضرت، جبت صوص الشوكولا، حضرت هنايا لا نوا د كوكو، وحضرت الفول السوداني المحمص والمرحي، يعني دي كاكاوات توغيفي ومرحيين. فوالا هنايا حطيت لو كاري ولا المربع الكيكه في صوص الشوكولا، خليته يتشرب بيان. ومن بعد زدت رمتو في لا نوا د كوكو كما راكم تشوفوا، زيدوا دخلوه بيان في لا نوا د كوكو. شوفوا هنايا كيفاش دخلت الكيكه تاعي في صوص شوكولا. صوص شوكولا هنايا ماشي لازم تبرد، يعني خدموا بها مباشره هكذاك سخونه، خلوها تتشرب. على جال هذه قلت لكم نحوا هذوك الحواف باش هكذايا الكيكه رايحه تتشرب هذيك لاصوص، باسكو هذوك الحواف يعني يابسين على الكيكه تاعنا من الداخل. هنايا غلفوها تري تري بيان بلانو هاد كوكو. ونكمل بنفس الطريقه، يعني جونغوب هذيك الكيك في الشوكولا، ومن بعد جلاتون في لانواد كوكو. وهاي ليك هنايا النتيجه، نحطها على جنب. وهنايا نروح نزيد نخدم تاع لي كاكاوات، يعني تاع الفول السوداني. من الاحسن شوفوا الكاوكاو تاعي كي حمصتو كيفاش جا، يعني ما الذوق تاعو يولي بنين. حمصوه بيان حتى القلبو ورحيوه. فوالا. وهنايا بيان سور تقدروا تستعملوا المكسرات اللي حبيتو، هي يعني الاصل تاعها تجيب لا نواد كوكو. انايا حبيت هنايا ندير ان ميلونج تاع نواد كوكو لي كاكاوات، وانتم اذا حبيتوا ديروا مكسرات واحده اخرى يعني اللوز ولا الجوز الشيء اللي حبيتو تقدروا تستعملوه. غطوها كامل بالكاوكاو بهذه الطريقه. انا نكمل الكميه كامل اللي بقات لي. وهنايا نشوفوها على طبق التقديم. هنايا شوفوا هذاك لو ميلونج دو كولور. اون بليس دو سا هاد لو غاتو يعني كي يزيد يقعد هذاك هذيك الشوكولا هذاك الكاوكاو ولا نواد كوكو رايح يدخل بيان في هذيك لاصوص الشوكولا، دونك يولي يعطينا اون كوش طريه من الفوق. شوفوا هنايا قسمتها لكم، يعني هي الشكل تاعها يجي هايل سورتو من الداخل، سورتو كي تقسموها السر كامل كي راهو كي تقسموها يعني تبان لنا هذيك هذوك لي بورديور اللي يجوا بالشوكولا، يعطي لها شكل هايل. والبنه تاعها يعني الي اكسيبسيونيل شغل لا باتيسري. تبعوا برك هنايا لا جينواز كيما عطيتها لكم باش تجيكم خفيفه، باسكو السر كامل ثاني كي تكون اون بون جينواز و اون بون صوص دو شوكولا. اون بليس دو سا كيما قلت لكم اللي يحبها حلوه اكثر ما عليه غير يزيد شويه في كميه السكر. كانت هذه هي الكيكه تاعنا. هنايا حبيت نزيد نقسم لكم هذه اللي درتها بلي كاكاوات، شوفوا الشكل تاعها هكذايا. اللي ما يحبش لا نواد كوكو يقدر ياكلها يعني بلي كاكاوات، سينو استعملوا مكسرات واحده اخرى كيما قلت لكم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم، واذا عجبتكم لا تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو. مع ألف سلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله.